لازم تعرف ايه هي البركات اللي بتاخدها في التناول، ومعشان كده نفسك تشتاق انك تتناول. اقرأ انجيل يوحنا الاصحاح السادس اللي بيتكلم فيه عن التناول، بيقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. أعرف أنك أنت لما تتناول بتاخد بركة كبيرة، وجسدك يصبح هيكل مقدس. حاول أنك تروح تعترف وتتناول، ولو أنك أنت تاخد الاعتراف بطريقة تدريجية، يعني تتكلم عن خطاياك بصفة عامة. إن قدرت تقول تفاصيل قدرت، ما قدرتش خليها المرة تاني أو لمرة تالت. وربنا يكون معك.